هنا يديرها في هاد القرايعه هادي. هنايا البنات خليت لكم واحد المقطع باش تشوفوا باش تلاحظوا الفرق اللي اصلا لاحظوه بزاف البنات وطلبوا لي الوصفات ديال الشعر. داكشي علاش درت لكم هاد الوصفه هادي. انا في الاول ديال لي فيديوهات لاحظوا كان شعري كامل متقرض ودابا الحمد لله بفضل هاد الوصفه هادي ولا كيخلف ليا وقوالي والحمد لله. المهم نخليكم مع الفيديو البنات. البنات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. البنات هذا الفيديو هذا كنطلب من اي واحد اول مره كيشوف هذه القناه هذه ينضم للعائله ديالنا ومرحبا بكم والف مرحبا ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا اي جديد ديالنا ويجي عندي الانستغرام وتيك توك وهنا نخلي لكم سناب ديالي. مهم البنات ديما كنكون حاضره معكم في انستغرام كنوريكم بحال هكا داكشي كيبقى يوصلني وكنشارك معكم حتى في لي ستوري داكشي اللي كنعرف المهم مسافات وداكشي. انا البنات الفيديو ديالنا ديال هذا النهار هذا هو ديال واحد الوصفه اللي في الصراحه واعره 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 احسن وصفه وهي الوصفه اللي في الصراحه كننصحكم ديروها البنات عندها واحد النتيجه واعره كتقوي الشعر وكطول وكترد طويل بزاف والله الا البنات اقسم بالله بلي كنقسم لكم بالله بلي هاد الوصفه هادي الا جربتوها غادي طول لكم شعركم وغادي تجيو عندها تقولوا لي رانيا فعلا طولنا شعرنا وبفضل هاد الوصفه هادي. هي هادي هي كما البنات اللي بغيت نقول لكم قبل ما نبداو الفيديو ديال الوصفه راه هادي اللي نقول لكم دابا حيت نتوما اللي غادي تستافدوا منها. المهم البنات دابا قريبه غادي نحط واحد جيف واي ان شاء الله الا كملنا 100K ولا قربنا نوصلوا ل 100K في انستغرام حيت ما بقى لنا والو ما بقى لنا حتى في يوتيوب والو ل 100K. عفاكم بارطاجيو لاشين ديالي ديال يوتيوب وبارطاجيو الكونت ديالي ديال الانستغرام عندكم في لي ستوري ديالكم باش يدخلوا الناس يتابوناو عندي باش نحط لكم الجيف واي ان شاء الله ملي نوصلوا ل 100K في انستغرام. غادي ندير لكم جيف واي ديال انستغرام ملي نوصلوا ل 100K ديال يوتيوب غادي ندير لكم جيف واي اللي غادي يكون مفرقع ديال بصح باش تكون هذيك الهديه ديالكم. مهم البنات دخلوا تابوناو باش نتوما تكونوا تستافدوا وان شاء الله وحد موفق للجميع. واخا دابا مازال ما وجدت والو الجيف واي ولكن وجدت غير شي شويه هاد الوصفه هادي غادي نهضر لكم عليها شويه. بعدا هي اول حاجه كتمنع التساقط ديال الشعر كتحيد القشره اللي حتى انا ولا عندي واحد المشكل ديال القشره حيت غسلت بواحد الشامبوان بلا ما نقول لكم سميتو باش ما غاديش نخيبوا ولا ديال الشعر يعني اللي كان شعرك كيطيح ولا شي حاجه كتمنعو لك وكتحيد القشره المشكل ديال القشره وداك الشيء في الفروه ديال الراس كتمنع زياده الكثافه ديال الشعر يعني شعرك كيولي قوي وكينمو يعني حتى من هنا كيبقى يخلف لك وكتنشط عمل بصيلات الشعر. الاول اللي هو تا هو غزال في الصراحه واعر للشعر اللي هو اصلا في اي دار مغربيه ما تقولوليش ما عندكمش في الدار حرمل. البنات الحرمل واعر وغزال للشعر كيطول منع التساقط ديال الشعر يعني شعرك الا كان كيطيح ولا شي حاجه كيمنع التساقط ديالو وهذا البنات الحرمل. يعني هاد المكونات اللي في هذه الوصفه هذه غزالي للشعر يعني ماشي غير هاد المكون هذا يعني مكون كينسك في مكون. المكون الثاني اللي هو الورده البنات الورده البنات كيعطي واحد التسكيه للشعر رائعه. البنات راه ماشي غير ماشي عنده غير الهدف الاول ديال ريحه الشعر يعني حتى هو راه كيطول الشعر. البنات المكون الرابع اللي هو العرعار العرعار البنات غزال الشعر حتى هو كي قلت لكم مكون كينسيكم في مكون العرعار واعر خصوصا للصحه ديالنا. زوين زوين القشره كيحيد القشره زوين لتساقط الشعر بزاف كيطيح ولا شي حاجه كيحيد لك تساقط الشعر اللي كانت فيك القشره كتحيد يعني غادي تهني من القشره تهني من المشكل ديال القشره جافه زعما جاف ومتضرر وداك الشيء هذا هو اللي غيعاونك باش يرجع لك الشعر ديالك صحي. وين الرئيسي ديال هذه الوصفه هذه اللي لعبها الدور كامل يعني هو مضروب في ربعه المرات قدم هذا الشيء هذا هيا هما هادو البنات الريحه ديالهم المراره ديال البقره انا نهزها هي هاد البنات المراره ديال البقره واعره وغزاله للشعر بيان سور ماشي غير انا اللي غادي نكون زعما قلت لكم عليها حيت راه معروف ديجا عند الجزاره كطول الشعر وغزاله الشعر البنات شتو كطول الشعر اقسم لكم بالله وديروها شعركم كطول الشعر وهي كنخلطوها زعما مع هاد المكونات وهادشي هادو كطولهم. دابا غادي نقول لكم الطريقه ديال الاستعمال. المهم البنات الطريقه ديال الاستعمال غادي نشدو هادشي كامل وغادي نديروه مع هاد المراره هادي بيان سور غادي نفرقعوها هي هادي كتفرقع وكناخذو داك الماء ديالها ها هو كيقطر
حيت انا عندي ديجا وحده اخرى مفرقعه هنايا. غادي ناخذ داك الماء ديالها وغادي نخلطوه مع هذا الشيء كامل وغادي نحطوه في شي بلاصه. المهم نديروه في شي القزيره ديال الكاطو غادي نديروه فيها ونحطوها في الشمس بحال هكا. البنات يمكن لكم تحطوها في السطح ولا في البالكون، مهم تتكرم زعما تخلطوها مع هاد المكونات كاملين، مع العرعار مع الورد ومع هاد ورق السدر ومع الحرمل، مهم مع هاد المكونات كاملين اللي ذكرت لكم غادي تخلطوها معاهم وغادي تحطوها في الشمس حتى تنشف في القزيره ديال الكاطو تتكرم ديال بصح. ومن موراها غادي تشدوا هادشي كامل وغادي تطحنوه. ملي غادي تطحنوه غادي يولي لكم يولي لكم بحال هكا. هو هذا شوفوه ها نتوما، هادشي دابا راه مطحون ومع حتى المراره مطحونه، حيت ملي كتنشف البنات زعما كتنشف مع هاد المكونات وهذا كتكون انسجمت معاهم. هي هادي ها هي هنا دابا هادشي هذا راه مطحون مطحونه معاهم حتى المراره. مهم البنات المراره كنصحكم انا بها واعره البنات، شتو قسما بالله تغطوا لكم شعركم. كذلك البنات المراره مفيده جدا 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 للدراري. بالنسبه للدراري اللي ما عندهمش اللحيه ولا شي حاجه بحال هكا، عندهم شعر خاوي من هنا ولا ما عندهمش اللحيه كتنبات ولا شي بلاصه ما عندهمش فيها الزغب، كيحسنوا بحال هكا اللحيه وكيديروا المراره غير بوحده بلا ما يديروا معها هادشي، يديروا يعني غير مد المراره يدهنوه، واخا هو راه شويه الريحه ديالو مجهده يدهنوها البنات وباذن الله كيكون زعما الشعر ديالهم كيبدا كينبت شعر واللحيه بجوج. غير واحد الملحوظه صغيره بغيت نعطيها لكم، واخا ما عنديش انا زعما الدراري فلاشين ديالي، ولكن شي بنت بحال هكا لا كان الراجل ديالها ولا ولدها ولا خوها ولا شي حاجه عنده اللحيه ما كتنبتش ولا شي حاجه، يمكن له يدير المراره بوحدها يدهنها كتقوي اللحيه وكتطولها. ديال الدراري عندهم مشكل بحال هكا، واخا كيكون عنده 22 ولا هذا ما كتكونش عنده اللحيه، عكس كتلقاي واحد الدري عنده يلاه 18 عام وكتكون عنده اللحيه تبارك الله قويه وكيبقى كيبان كبر من هذاك الدري اللي عنده 22. انا ضروري غادي نستعملها قدامكم ملي غادي زعما نشقق بها شعري. الطريقه ديال باش تشقوا بها شعركم ولا ديروها في شعركم يعني بحال ملي كتكونوا كديروا شي زيت ولا شي حاجه بحال دوك الوصفات اللي كنت كنوريكم كتستعملوها بطريقه عاديه. هنايا البنات خليت لكم واحد المقطع ديال الميكس كنشقق شعري، واخا كنت خليت لكم في داك الروتين ديالي ديال رمضان اللي كنت قلت لكم كندير واحد الوصفه شعري اللي الحمد لله قوات ليا شعري وبدا كيخلاف ولاحظت الفرق انا وبزاف البنات حتى هما لاحظوا الفرق، قالوا لي بلي شعرك بدا كيطوال لك ما بقاش متضرر بحال الاول، راكم عارفين مع الصبايغ وداك الشيء يعني صافي الشعر كياكلها ديال بصح. المهم انا الطريقه ديال التشقاق ديال الشعر ديالي كيف زعما كندير شي وصفه فيه ولا شي حاجه بحال اي وصفه يعني عاديه، كنشقق شعري وكنعمر الجنب اللي عندي خاويين ولا الجنب اللي عندي باغي ينوض فيهم الشعر وصافي، طريقه عاديه هي هذه البنات. وبالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو يطلبوا المراره هي راه غتلقاوها عند الجزار، ويعني الا ما لقيتوهاش عنده هو راه غيجيبها لكم من القرنه، يقدر يجيبها لكم بالفلوس ولا يقدر يعطيها لكم فابور، انا ما عرفتش الصراحه البنات حيت كاين اللي كيبيعها وكاين اللي كيعطيها فابور وصافي. المهم تلقاوها عند الجزار، انايا بغيت نقول لكم وصافي حيت انا عارفه بزاف البنات اللي يسولوني، واخا راني ديجا قلت لكم في الفيديو عارفه وما يعاودوا يسولوني، هي البنات راه غتلقاوها عند الجزار. وبالنسبه للوصفه البنات هي حيت كتكون علاش كل بودره انا كندير معها الزيت البلديه، ولا نتوما ديروا معها اي زيت بغيتوها، ولكن من الافضل البنات ديروا معها الزيت البلديه حيت افضل زيت واحسن زيت هي الزيت ديال العود ولا الزيت البلديه كي كنقولوا حنايا ولا زيت الزيتون، كل واحد كيقول ليها في البلاد ديالو. المهم هذيك هي افضل زيت اللي غادي تخلطوا معها هاد الوصفه. هذه هي الوصفه البنات، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كنتو نتوما فايتين مجربين هذه المراره وهذه المكونات هادو قولوها ليا في التعاليق، ولا كانت شي بنت وحده اخرى فايته مجربه المراره تقولنا في التعاليق. البنات كانت هذه الوصفه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات ديروا ليا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشتراك وتنضموا عندي لهنايا الانستغرام ولا تيك توك ولا هنايا خليكم سناب ديالي ولا اي حاجه بغيتو تجيو عندي فيها اجيو. خلاص البنات في انستغرام كنجاوب على البنات كاملين، كنجاوب عليهم بقدر الاستطاعه ديالي، كنجاوب على اي بنت وعلى اي ميساج ديالها ولا على اي كاستيون ديالها كتسولني عليها كنجاوب عليها. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنبغيكم بزاف بزاف، تهلاو في راسكم. وجيت نوريكم البنات ثلاثه ديال المنتوجات اللي خديت من عند اوزينا كوزميتيك اللي بصراحه واعرين وعجبوني بزاف. كان اول حاجه اللي هو هذا الكريم، هذا هو هذا البنات، هذا البنات واعر البنات اللي بغاو تفتيح ديال البشره وفيه واحد الريحه فنه كتحمق. هانتوما هذا الشيء هذا هو من اش متكون،
هذا البنات كيصلح لتفتيح ديال البشره وتوحيد اللون ديالها وكيعطيك واحد اللمعان واحد الاشراقه اللي بصراحه واعر. تعمل البنات جوج ديال المرات في النهار، ها نتوما كيف ما كتشوفوا هادو هما المكونات باش مستعمل هذا الكريم هذا اللي بصراحه واعر. وكاين هذا الجل هذا ديال الالوفيرا اللي ها نتوما شوفوا انا تقريبا استخدمت منه هو دابا تقي وصل لي حد هنايا. البنات هذا واعر، نتوما عارفين شحال عزيزه عليا الالوفيرا وشحال كنحماق عليها. هذا الجل هذا ديال الالوفيرا كنصحكم ضروري يكون عندكم في الدار، يعني هو واعر كينفع الوصفات سواء ديال الشعر سواء ديال الوجه، وواعر بحال هكا ملي تغسلوه داك الشيء يمكن لكم من بعد الدوش تستخدموه بحال هكا لابو ديالكم ولا الجسم ديالكم، يعني هو زوين للبشره وزوين حتى في نفس الوقت الجسم كامل. صراحة البنات هذا واعر، واللي عجبني فيه اكثر هو يمكن لك تضيفيه حتى في الوصفات اللي كي قلت لكم في الوصفات ديال الشعر ولا ديال الوجه، بجوجهم زوين ليهم. كي سبقت لي البنات نهار وصلني هذا جي ديال الالوفيرا وهاد المنتوجات وريتكم معايا اش درتو. كنت درتو مع دانون مسوس، درتو غير معاه ودرتو لوجهي، وصراحة البنات واعر. وكاين هاد الشامبوان هذا اللي بصراحه واعر، هذا البنات فيه زبد الكاريتي وفيه الكيراتين وفيه الزيت ديال الكوكو وفيه الزيت ديال الارغان وفيه فيتامين او، يعني هادشي كامل فيه. وانا غسلت به البنات مره واحده وعطاني النتيجه اللي بصراحه واعر، ما فيهش السولفات وما فيهش السيليكون وما فيهش بارابين. المهم البنات هادشي هذا هو باش عجبني، والريحه ديالو البنات غزاله. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا هو هذا من الداخل. دابا انا استخدمته مره واحده وبصراحه عطى المفعول ديالو، خصوصا البنات الشامبوان كنصحكم تاخذوه بزاف، خصوصا البنات اللي عندهم الشعر ديالهم متقرض وعندهم ماشي صحي وبغاو الشعر ديالهم يرجع يولي قوي ويرجع يولي صحي ويعني ما يبقاش متضرر وداك الشيء، كنصحكم تاخذوا هذا الشامبوان هذا اللي بصراحه البنات نفعني، ومن اول استعمال بان المفعول ديالو وحتى الريحه ديالو كتبقى البنات. دابا تقريبا 3 ايام باش غسلت به وهي الريحه ديالو في شعري اللي بصراحه واعر. هانتوما البنات وطبيعي، يعني هاد المنتوجات هادو كاملين اللي وريتكم طبيعيه، سواء الكريم سواء جيل ديال الالوفيرا وحتى الشامبوان، يعني بثلاثه بهم طبيعيا. وكاين واحد الكادو، يعني الا خديتو شي برودويات من عند هاد لاباج هادي ديال اوزينا كوزميتيك كيعطيكم هاد الكريم هذا كادو. انا نخلي لكم لاباج البنات ديال انستغرام هنايا، قول لهم جينا من الطرف ديال رانيا. والكريم البنات واعر، خصوصا انا عندي البشره ديالي دهنيه ويعني ما كيردهاليش مزيته ولا شي حاجه، من مور ما كندير شي وصفه ولا هذا، ولا بالليل كنستعملو وكنخليه في لابو ديالي. البنات بصراحه واعر، شوفوا شحال كيوت صغيور وصافي البنات. المهم انا نخلي لكم لاباج ديالهم هنايا وبصحه وراحه. وللتذكير فقط البنات هاد المنتوجات هادو كاملين طبيعيا، يعني ماشي زعما ماشي بحال دوك الشامبوان ولا زعما داك الجل ديال الالوفيرا ولا شي كريم اللي كيكونوا كيتباعوا ماشي طبيعيا وكيكونوا كيضرونا في البشره ديالنا وكيبقاو ينوضوا لنا الحبوب وداكشي. والكريم البنات كنصحكم به خلاص، والشامبوان للتذكير فقط بالنسبه للبنات اللي عندهم الشعر ديالهم خاشين ولا شي حاجه، هذا راه البديل ديال الكيراتين كيف ما كتشوفوا، هو الكيراتين وفيه الزبد ديال الكاريتي، يعني كاع ولا كاع المكونات هادو اللي في الشامبوان واعر الشعر وغزالين. خلاص البنات الجل ديال الالوفيرا انا نسبقته وهدرت عليه بزاف المرات.